مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من استوديو بيروت. بيروت التي تسير على خطة زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد، وبعض العبارات الفارسية التي أعتذر لم أفهم منها شيئا في استوديو بيروت الليلة. في زمن النووي وإيقاع القرار الظني، أحمد نجاد يزور لبنان. ما هي أبعاد الزيارة السياسية والاستراتيجية على مستوى لبنان وأوضاعه الداخلية وعلاقاته الدولية والإقليمية؟ زيارة نجاد تمنع فيلم المخرجة الإيرانية هنا مخمل بوف من العرض في مهرجان بيروت الدولي للسينما. للتعليق على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد بيشرفني استقبل النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون. مساء الخير. هلا عم بيزور، نحن وعم نصور هالحلقة، الرئيس الإيراني يزور المنطقة الجنوبية، منطقتك انت جباله انا، يعني لو الأمور كانت غير شيء كنت انت في الاستقبال اليوم في الجنوب. يعني بتفرق كثير، يعني إذا بدك الذهنية السائدة بالجنوب كانت مع اللبناني كاملة لواقع الجنوب، أنه القرار في جنوب لبنان يجب أن يكون قرار للدولة اللبنانية. نعم. مع الأسف يعني عقد التسعينات وما بعده، وخلى أنه الأمور لا تصير في تقدم أكثر للوجهة الإقليمية على الوجهة الداخلية، وبالأساس يعني ضعف الدولة اللبنانية وتفككها، يعني مع الأسف بعد الطائف. نعم. كان في أمل أنه يعاد بناء الدولة اللبنانية، لكن أجت مرحلة ما بعد الطائف فككت ما تبقى من الدولة اللبنانية، فصار الاعتماد الناس هو اعتماد على القوى الموجودة على الأرض، والقوى الموجودة على الأرض مولة من الخارج، مرتبطة بالمشروع الإيراني إذا بدك. خلينا نقول أنه حتى إيران يعني دفعت أموال طائلة في تلك المنطقة، كانوا المدارس أو مستشفيات أو جمعيات خيرية أو سلاح. أي ما في شك انه ايران مولت حزب الله بكل مظاهره، يعني وخصوصا المظاهر التسليحيه ورواتب وغيره، لكن اذا عم نحكي مشاريع انمائيه لا، ما كان الا مساهمه كبيره الا بعد حرب تموز، ساهمت في البناء ببعض الطرقات. نعم. خلينا نسترجع سوا الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي لدى زيارته لبنان في 13 ايار 2003، كنت من مستقبلينه؟ لا ما كنت. ما كنت مستقبلينه. خلينا نسمع. لبنان يمثل جوهرة تشع في عتمة الليل، فيؤذي شعاع نورها عيون هواة الظلام، مما يجعلهم يحاولون تحطيم هذه الجوهرة تحت مطرقة العدوان والاحتلال. فلبنان يمثل نموذجاً لنجاح الحوار بين مختلف الاتجاهات والأفكار، ومؤشراً على الانتصار النهائي لمنطق الحوار والديمقراطية على نزعة الحرب والاستبداد. يعني اللي قاله محمد خاتمي يختلف تماما عن ما قاله محمود أحمد نجاد، مش ما قاله في بعبدة ولكن ما قاله في ملعب الرأي. كيف بتفسر هالازدواجية في الخطاب؟ يعني المرحلة اللي كان فيها الرئيس خاتمي الرئيس لإيران هي كان مرحلة محاولة إعادة ترتيب علاقات إيران الدولية كلها، يعني محاولات الانفتاح على الدول، على المجتمع الدولي وخصوصا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محاولات ما نجحت، يعني قد ما كان في يعني إذا بدك ضغط إيديولوجي بإيران، إنه الانفتاح على الشيطان الأكبر بده كتير شغل وتمهيد شعبيا. المرحلة الحالية لا، إيران عندها شعور إنه هي هزمت المشروع الأمريكي بالمنطقة، وانه هي وفقا للطريقه اللي اعلنها شيك. هلا بنحكي اذا معهم حق ولا. بس وفقا للطريقه اللي اعلنها الرئيس نجاد انه تكون بالاقليم محور هو بقى ببلش بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وايران وتركيا، ضم تركيا كمان. نعم. انه هذا المحور هو عم بحل محل